أحمد جلدات معنا ليطلعنا أكثر على تفاصيل ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن هذا الحادث في تل أبيب. أحمد. نعم، يعني الشرطة الإسرائيلية أكدت بأنها عملية على خلفية قومية، وهي عملية دهس. وبعد أن دهس المشتبه به بتنفيذ هذه العملية نزل من السيارة وحاول طعن عدد من الإسرائيليين. الحديث يدور عن 7 إصابات، من بينها 3 إصابات وصفت بالخطيرة. والمنفذ وفقا للإعلام الإسرائيلي هو من بلدة السمو التي تقع جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ودخل إلى داخل الخط الأخضر عبر تصريح حصل عليه من الإسرائيليين. وهذه العملية ينظر إليها في إسرائيل على أنها رد على العملية العسكرية المتواصلة على مدينة جنين. بالتأكيد أن هذه العملية ستخلط الأوراق، على الرغم من أنها وقعت داخل الخط الأخضر ولم تكن عملية إطلاق نار، ولكن أوقعت عددا من الإصابات. وتأتي أيضا في ظل محاولة نتنياهو استعادة ما يسميه وما أسماه سابقا الردع والأمن وتغيير المعادلات في الضفة الغربية، كما غيرها في غزة وفي مع حركة حماس ومع حركة الجهاد الإسلامي على حد وصفه. في أكثر من تصريح ركز على هذه الكلمة بتغيير المعادلات، ولكن جاءت هذه العملية لتخلط الأوراق في ظل الحديث الإسرائيلي عن إمكانية إنهاء العملية العسكرية في مخيم جنين خلال الساعات المقبلة أو ربما في ساعات الفجر الأولى. أيضا أظهر تسجيل تم تصويره للحظة إعدام المشتبه به بتنفيذ العملية، هو لم يكن يشكل أي خطر على أي إسرائيلي في المنطقة، ولكن اقترب منهم إسرائيلي مسلح وأطلق عدة رصاصات عليه وقام بتصفيته.